السلام عليكم، معكم لمياء الحجرة، رئيسة جمعية منتدى كفاءات للتكوين والتنمية فرع مراكش. اليوم كيف ما شفتوا معنا حاضرين لهذا العرس الثقافي اللي هو مهرجان محمد الجم لمسرح الشباب. دوزنا مسرحية تحت عنوان خيوط الغيوان. الأجواء داز ثقافية فنية مليئة بالعطاء والمجهودات ديال الشباب بالنسبة للفرق كاع المشاركة، يعني جميع الفرق عطت كل ما عندها من أجل أنها تجاوز المرحلة الجهوية وتدوز للمرحلة الوطنية. كنشجعوا جميع الشباب وكنعاود نحيي الجريدة الإلكترونية أصوات اللي حضرت معنا من أجل التغطية الإعلامية ديال جائزة محمد الجم لمسرح الشباب، وشكرا. معكم عبد الحق المدن، المؤلف ديال مسرحية خيوط الغيوان اللي كانت من أداء منتدى كفاءات التنمية والتكوين. المسرحية كانت من إخراج جمال مطرب. المسرحية مستوحاة من كلام الغيوان، المسرحية مستوحاة من كلام الغيوان، وفي نفس الوقت أعطينا داك النوع ديال، عالجنا داك النوع ديال الاستبداد ديال القياد وديال السلطه، وبرزنا فيه النضال وكيفيه والمستوى ديال النضال اللي غادي نوصلوا ليهم اكسيتيرا. هكذا تجرت الاحداث ديالها في جميع المسرح، في جميع الاحداث ديال المسرحيه. في الكتابه هو الكاتب يستوحي افكاره من الواقع. تقدر تبان لك دابا المسرحيه مثلا هي في جينيراسيون قديمه ولا تتهضر على قياد، ولكن الا دخلتي العمق ديال المسرحيه غتلقى ان المسرحيه تتهضر على الواقع ديالنا الحالي، واخا حنا ممثلينها بقايد وشيخاو يعني واحد الزمن قديم، ولكن هي راه تتعالج مواضيع ديالنا حنا حاليا، ديال الواقع اللي عندنا دابا حاليا في المجتمع. هذا هو اللي نستوحيو الافكار ديالنا من الواقع ديالنا. يعني يقدر مثلا يجي عندك مواطن عنده مشاكل شخصيه يحكي لك، تقدر دير على مسرحيه. بيان سور، لانه المسرح هو اش المسرح او الكتابه المسرحيه هي قصه. اذا كانت القصه ممكن نكتب اي حاجه على هذه القصه، لان الاساس في المسرح او بدايه المسرح هي في القصه. كانت القصه تقدر تكتب، ما كانش القصه ما تقدرش تكتب. وثاني حاجه تنحاولوا دابا نكتبوا مواضيع اللي نفيدوا بها الناس، ماشي نكتبوا مواضيع لاجل الكتابه، بدنا نكتبوا مواضيع اللي نعالجوا بها اشكالات اقتصاديه، اشكالات اجتماعيه، اكسيتيرا، اشكالات اللي تنعانيو منها حنايا. معكم عواطف حميداش ممثله مسرحيه. اليوم كنا في الاقصائيات ديال الجهوي، حنا لعبنا 8 فرق في مسرح الجم. كنتمنى ان شاء الله التوفيق لينا والجميع يا ربي. شكرا الناس اللي جاوا يشجعونا، شكرا للاصوات اللي كتدعم الشباب وكتواكبهم اينما كانوا وفي جميع المجالات. انا كان الدور ديالي ان واحد السيده بات جات تاخذ حقها، لان صيفطت خوها وخوها ما خدالهاش حقها وجات تاخذه بيديها. وخديتو ولا لا؟ لا الحمد لله خدينا. علاش؟ علاش؟ لان ديك الساعه انا كنا حنا دايرين هاد المسرحيه على الناس القدام، فاش كان ما كتعطاهمش حقهم، وكان الشيخ ديك الساعه زهواني تيشوف هي البنات، يشوف هي المراه يعطيها كلشي، عاوتاني جات اخرى يعاود يعطيها، ما كانش الحق. ماشي بحال دابا كاين الحق، كاين القانون، كاين هادي داري كتكتب لي. لا ديك الساعه فين ما جيتي سكون، فين ما جيتي هادي، فين ما جيتي هادي. المهم كنتمنى ان شاء الله التوفيق، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع الناس اللي شاركوا، كنتمنوا ندوزوا للوطني علاش لا. معكم عيد الادريس المخلوفي، ممثل مسرحي. تنشكر جمعيه منتدى كفاءات للتكوين والتنميه. احنا الحمد لله اليوم كنا مشاركين في مسابقه محمد الجم الجهويه. احنا من بين كاينين حنا من بين 8 فرق. اللي بنقول هو الدور ديالي هو دور تاع واحد الخماس اللي تحاول نسجل الخيوطه بين القايد والراجي وحليمه. انا والمكحله ديالي بطبيعه الحال. تنشكر اللجنه التحكيميه وتنشكر الجمهور الكريم على الحضور ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في الوطنيه. السلام عليكم، معكم محمد عمر الرشيدي. تنبغي نشكر المنظمين، كنبغي نشكر كاع اللي ساهموا في هذا العمل المسرحي. تنبغي كذلك نشكر دار الثقافه الدوتيات. هذا العمل من تقديم منتدى الكفاءات للتكوين والتنميه، كما تعرفوا الناس كاملين، هو من اخراج الاستاذ والفنان المراكشي جمال مطرب،
وتأليف عبد الحق المودن اللي غادي نكون تنتقمص فهاد المسرحيه شخصيه راجي، وهي شخصيه مناضله اللي تطلب الحقوق وتدير اضرابات باش تطلب حقها. ما كما تعرفوا الناس القيادة القدام تيكونوا عزوانيين، ما وقت فاش تنبغي نجي عندو ما تعتنيش خو كلامي، تنبغي فاش تنمشي تنطالب. وفكرت نجيب الاخت ديالي اللي غادي تجي تقدر تجيب لي الاراتي ديالي. فطحتني طحت عليا هاد الفكره، مشيت جبت اختي ومشات عند السيد القايد وهضرات معاه وتسيطرات عليه باش نقدر انا نجيب الاراتي ديالي. وفعلا استوليتوا عليها؟ استولينا هذا الحمد لله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.